توزيع مساعدات مقدمة من الحكومة الروسية وهدايا لأطفال في بلدة القنية بريف درعا. بالتعاون مع محافظة درعا وزعت الحكومة الروسية سللا غذائية في بلدة القنية بريف درعا الشمالية، كما قدم الأصدقاء الروس هدايا من أطفال روسيا الاتحادية لأطفال البلدة. المساعدات شملت المهجرين المقيمين في القنية وأسر الشهداء والمحتاجين من أبناء البلدة في خطوة رمزية من الحكومة الروسية تعبيرا عن تضامنها مع الشعب السوري والمحنة التي يمر بها جراء الحرب المفروضة عليه. هذه الوقفة تدل على المحبة والوفاء بين الشعبين الروسي والسوري وبين الجيشين الروسي والسوري وبين القيادتين السورية والروسية، ونتمنى دائما ونحن منتصرون بفضل الالتحام والمحبة والتقدير بين هاتين الدولتين في وجه الإرهاب العالمي على سوريا، وسوريا منتصرة دائما بفضل الشعب الشريف والجيش الأسطوري والقائد الحكيم السيد الرئيس بشار الأسد. ثانية نعود إلى ديدننا توزيع مساعدات رمزية للمحتاجين في بعض البلدات المفترضة أو المعددة. نحن نوزع ببلدة القنية باسمي وباسم ممثلين المركز حميمي وباسمي كروسي. أعبر عن أماني وتمنياتي الصادقة بقرب انتهاء الحرب في سوريا وعودة البسمة وعودة الاستقرار إلى ربوع البلاد. الميزة اليوم نحمل بعض هدايا الأطفال، مقدمة هذه الهدايا من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا. كمية المساعدات تقريبا حوالي 500 حصة غذائية، ايوه حصة غذائية وتحتوي على مواد غذائية ومنظفات والعاب اطفال وفوط وعبارة عن حصص رمزية. تم تحديد هناك لجنة موجودة في البلد قررت اعطاء المعونات الى العائلات الفقيرة جدا، تم توزيعها كافة الفقراء في البلد والوافدين من الفقراء في البلد. بتشكرهم وبقول لهم الله يوفقهم ويحميهم يا رب، ويحمي الرئيس بوتين ويحمي الرئيس بشار حافظ الأسد ويحمي الجيش العربي السوري يا رب، وينصر سوريا بجاه محمد يا رب. احنا نتشكر الحكومة الروسية اللي بتحس فينا، ونشكر كل إنسان بحس بسوريا. إحنا أهل شهيد، إحنا نشكر كل الدول اللي بتحس بسوريا. شكراً لكم. أهل البلدة أكدوا أنه في الوقت الذي يقوم به كثير من العرب ومعهم الدول الغربية بإرسال السلاح للمجموعات الإرهابية لقتل أبناء الشعب السوري، يرسل الشعب الروسي والحكومة الروسية المساعدات الإنسانية لتكون عونا للسوريين في تحديهم للحرب والحصار.